بإنتاجية عالية وتكلفة أقل. يواصل معهد الكويت للأبحاث العلمية تجهيز نحو 1500 قناع طبية، إلى جانب تصميم وتصنيع فلاتر التنفس الاصطناعية واللباس الوقائي بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية. مبادرة مشتركة من الأخوة في جمعية المهندسين الكويتية، طلبوا منا التعاون معهم في تصميم ومنتاج الفيس شيلد اللي هي قناع الوجه الخاص بالكادر الطبي في مستشفيات الكويت. والحمد لله قدرنا بأجهزتنا اللي موجودة والكفاءات الكويتية اللي موجودة عندنا أن نعيد تصميمه ونتصنيعه من خلال، هم طلبوا حقيقة من خلال الطابعة الثلاثية، لكن احنا ارتئينا أن نسويه عن طريق الليزر كاتنج ماشين اللي هي مكان قطع بالليزر ومكان التشغيل الرقمي سي ان سي. 1500 هو التارجت، هو الهدف هذا، واحنا واصلين الحين قاطعين، انا اقدر اقول لك انه اكثر من الثلث يعني الحمد لله. ما يميز القناع المنتج انه صمم بشكل خاص وبطريقه جديده مبتكره عبر استخدام اجهزه القطع بالليزر ومكائن السي ان سي. طبعا احنا في البدايه ناخذ التصميم مال الفيس شيلد نحطه في برامج التصميم الهندسيه اللي عندنا في معهد كويت الابحاث العلميه، وعدلنا عليه بحيث انه يعني يكون مناسب ومريح حق الدكاتره اثناء الاستخدام. اداره التصميم الهندسي بينت انه تم خلال هذه المرحله الانتهاء من انتاج اقنعه واقيه وصناديق حمايه للكوادر الطبيه التابعه لوزاره الصحه التي تستخدم اثناء الرعايه الطبيه. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.